اما دلوقتي مشاهدينا فهنروح دلوقتي نتابع اهم الاحداث اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، وكمان اهم المباريات اللي هتتلعب في الدوري الالماني. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيقام أول حفل غنائي داخل المتحف الكبير اللي بيترقب العالم افتتاحه قريباً، فأول رسالة إلى العالم من قلب هذا البناء الضخم من حيث عدد الآثار الموجودة بداخله، إلى جانب البانوراما المدهشة اللي بيضمها المكان، وهي وجود أهرامات الجيزة في الخلفية لتكون بذلك أمام أهم متحف أثري على مستوى العالم. وتم إعداد حفل غنائي بيليق بالحدث، نجمته هي المغنية المصرية العالمية فاطمة سعيد بقيادة المايسترو نادر عباسي، اللي أصبح المتخصص في الافتتاحيات الضخمة المرتبطة بأهم المناسبات في مصر. النهاردة هيصل أول فوج سياحي صيني لمطار القاهرة الدولي منذ بداية جائحة كورونا، وبيقام ليهم حفل استقبال بالمطار. النهاردة هيستأنف الدوري الألماني لكرة القدم البوندسليغا بعد عطلة شتوية طويلة نسبياً بسبب كأس العالم 2022، وهيحل بايرن ميونخ ضيفاً ثقيلاً على لايبزيغ في الجولة 16 من المسابقة. وكان بايرن ميونخ قبل العطلة بيتصدر جدول الترتيب، ولكنه لم يبتعد كثيراً عن مطارديه فرايبورغ ولايبزيغ.